ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وموضوعنا النهاردة عن مدن جميلة جدا. ايه هم؟ يا ترى ايه يا ساره؟ يا ترى بقى الاقصر واسوان. هو الجمهور يا سلام يا سلام، خلي بالك يا رنا ساره النهارده عايزه تاخد مننا الحلقه خالص. ايوه الجمهور هيستنى الموضوع ده كله بيحب الاقصر. ايوه طبعا الاقصر واسوان انا عن نفسي بحبها جدا طبعا. يعني ده هم بيستنوا ده الموسم بتاعها بقى. ايوه الشتاء في شهر واحد وشهر اثنين. ايوه يا سلام. طبعا كلنا عارفين ان الاقصر كانت بتلقب بمدينه الميت باب ومدينه الشمس. كانت معروفه قبل كده باسم طيبه، وكانت هي عاصمة مصر في العصر الفرعوني. بتقع المدينة على ضفاف النيل، والنيل بيقسمها لشقين اتنين، البر الغربي والبر الشرقي. وطبعا بقى فيها مجموعة كبيرة جدا من الآثار والأماكن اللي بنحب دايما نروح ونزورها. غير الأقصر يعني موجود عندنا محافظة كمان أسوان. طيب بتعتبر إحدى أهم مدن جنوب مصر، وهي البوابة الجنوبية كمان لمصر. بيقع في الجنوب منها الشلال الأول لنهر النيل، واللي بيمثل حد طبيعي بين صعيد مصر والنوبة. وهي واحدة من المدن المبدعة والمسجلة كمان في قائمة اليونسكو في مجال الحرف والفنون منذ عام 2005. تعالوا بقى نسأل بعض كده شوية وندردش. احنا لما بنتكلم عن الأقصر وأسوان أصلا بنتكلم عن السياحة كدخل للمكان وحيوية المكان، وقبل ده كله كمان جمال اللي عينيك كمان بتشوفه يا سارة، قد إيه هناك مبدعين والشكل والنوبة بقى وحلاوتها. بالظبط عايزة أقول لك لما رحت وزرت النوبة كان كمية جمال وحلاوة وبهجة طبيعة أصلا اللي احنا كنا بنشوفه كده. إيه ده؟ قد إيه ده كمان من التراث بتاعنا القديم اللي بيفكرنا بحلاوة بلدنا، لغتهم وطيبتهم، ناس طيبة وناس بشوشة، ناس فعلا خايفة على بعضها كده. شكل النيل طبعا حاجة طبعا تحفة. عايزة اقولك ان النيل شكله في وقت الغروب كأن بالظبط ذهب فعلا. الشمس لما بتيجي الصورة بتاعت الشمس او الضي بتاع الشمس في على النيل بيبقى عامل زي ما يكون مفروش ذهب. فده بيزين، وكمان المراكب الشراعيه يا نهار ابيض على ولا البالون بقى ولا البالون الملون. لا لا دايما بيزين سماء الاقصر، وكمان بيبقى له مواعيد محدده بيطلع فيها طبعا بعد الفجر على ما اعتقد. علشان بعد تشوفي الشروق. أيوة. وتشوفي منظر الدنيا من فوق. ويخلي فعلا كمان يا ساره ان اصلا الاقصر واسوان هو اكتر مكان مميز ان هو يطلع منه البالون. ايوه بالظبط عشان المناخ المتميز اللي هناك. بالظبط. وكمان الاماكن الاثريه اللي موجوده. قبل اي حاجه معانا مكالمه تليفونيه، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. معانا استاذ محمد احمد السعيدي، مرشد سياحي بالاقصر والملقب بتحتمس الثالث. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذه ندى. اهلا وسهلا استاذ نيره، وعلى كل مشاهدين قناه الصحه والجمال. طبعا يشرفنا بقى النهارده انك انت تعرفنا بما انك من اصول من الاقصر نفسها وكمان مرشد سياحي والتقاليد كمان يا ساره. حابين نعرف الاماكن طبعا. حابين نعرف منك يا استاذ محمد على كل حاجه طبعا. اول سؤال طبعاً بقى حابين نساله ليك، حابين نعرف من حضرتك ايه هي الاماكن اللي ممكن نزورها في المحافظتين الاقصر واسوان. تمام. انا اولا طبعا لازم اتكلم على الاقصر وبعد كده هتكلم عن اسوان. الاقصر طبعا اللي بيها تلت اثار العالم. والمدينه تنقسم الى البر الشرقي والبر الغربي. اهم اثار البر الشرقي طبعا معبد الكرنك. اللي هو يعتبر رقم اتنين بعد الاهرامات عندنا. طيب ايه اللي بيميز البر الشرقي؟ وليه يعني البر الشرقي بيبقى فيه حاجة معينة؟ يعني أنا سمعت وقرأت ولما رحت زرتها إن البر الشرقي بيدل أكتر على الحياة. بالضبط كده، يعني الحياة بالضبط كده، الحياة اليومية كانت في البر الشرقي. والحياة اللي هي للأموات، مدينة الأموات، كانت في البر الغربي. واللي يفرق برضو المعابد. معابد البر الشرقي معابد ديانية أو بمعنى لكن معابد البر الغربي معابد جنائزيه ولتخليد الذكرى. تمام. عندنا معبد الكرنك بنقول عليه معانا صوره لمعبد الكرنك، فريق الاعداد يا ريت يعرضها. اتفضل يا استاذ محمد. تمام. معبد الكرنك بنقول عليه مجموعه معابد الكرنك لانه بيه كذا معبد من الداخل. زي ما احنا شايفين يا جماعه المعبد قدامنا اهو. اتفضل يا استاذ محمد عرفنا اكتر. والمعبد ده خصص لعبادة الإله أمون رع، الإله الرئيسي لمدينة الأقصر.
معبد الكرنك اكبر بناء ديني في العالم، معروض دلوقتي يا جماعه قدامنا كمان معبد الملكه حتشبسوت. حتشبسوت لكن رجعنا تاني دلوقتي لمعبد الكرنك. كمل يا استاذ محمد. حوالي 61 فدان، وبدا البناء في معبد الكرنك من حوالي 2000 سنه قبل الميلاد، يعني عمر المعبد 4000 سنه. ويميز زي ما حضرتكم شايفين كده 10 صروح في معبد الكرنك، وفي بحيرة مقدسة زي ما حضرتكم شايفينها هنا. وكمان يميزه أكبر صالة أعمدة على مستوى العالم، 134 عمود. وكمان يا أستاذ محمد بيكون في عرض الصوت والضوء. بالضبط كده، يعني المعبد الوحيد اللي في الأقصر عندنا في عرض الصوت والضوء. طيب بعد كده عندنا نسأل. اتفضل. بعد كده عندنا معبد الأقصر، اللي بيميز معبد الأقصر طبعا بوجود 5 حضارات: حضارة مصرية قديمة، حضارة يونانية، حضارة رومانية، حضارة قبطية، وأخيرا الحضارة الإسلامية اللي فيها أهم مساجد محافظة الأقصر، مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري. ده بالنسبة للشرق. بالنسبة للغرب عندنا المقابر الجنائزية اللي اتكلمنا عليها، معبد حتشبسوت اللي معروض قدامنا على الشاشة. المعبد ده في ميزة مش موجودة في أي معابد تانية، المعبد الوحيد اللي بيتكون من 3 طوابق وثلاث شرفات، والمعبد الوحيد من حجر الجيري. الحجر الجيري ده حاجة نادرة، كل المعابد اللي في الأقصر وفي أسوان كلها حجر رملي، المعبد الوحيد الحجر الجيري عشان هو منحوت في باطن الجبل زي ما احنا شايفين كده. طيب هل موجود لسه الألوانات زي ما هي أو جزء منها؟ مظبوط طبعا، في الوان موجوده لحد دلوقتي. القريه النوبيه اللي بتتميز بالوانها طبعا بالالوان. يا ريت بقى بالزبط. كمان تكلمنا اكتر عن القريه النوبيه في اسوان. تمام. بالنسبه للقريه النوبيه كمان يعني فيها حاجات نادره، زي المحتفظين بالاصول بتاعه القريه النوبيه لحد دلوقتي. واي حد بيزور اسوان لازم يزور القريه النوبيه. الناس طبعا ببيوتهم الملونة الجميلة باللون الأصفر واللون السماوي اللي هو لون الصفاء والنقاء. والطراز البيوت طبعا اللي هو نظام القباوي. وكمان داخل البيوت بيربوا التماسيح بيصطادوها من بحيرة ناصر. بالظبط كده. طبعا بحيرة ناصر بحيرة صناعية مش بحيرة طبيعية صناعية. كمان بالظبط، أكبر بحيرة صناعية في العالم. مظبوط كده. مظبوط. طب حابين نعرف أكتر إيه أهم وأشهر المأكولات والمشروبات عند الأقصر وأسوان وكمان في المعبد؟ ندخل بقى على التقاليد دلوقتي. بالظبط التقاليد. في الأقصر وأسوان طبعا في الأقصر الفطير المشلتت طبعا بنحبه قوي زي عندنا فينا والعيش الشمسي بنسيب العيش طبعا في فتره الشمس عشان كده بنسميه العيش الشمسي. وفي اسوان طبعا كمان صوره للنوبه يا جماعه يا ريت نعرضها. اتفضل يا استاذ محمد. وفي اسوان طبعا معروفه الملوحه والجبنه القديمه والعسل الاسود والسوداني الاسوان والسودان طبعا. ده اساسي. خلاص بعد الحلقه هنيجي. ده احنا جايين والله. اكيد تشرفونا طبعا. طيب كلمني بقى اكتر عن ضريح الاغا خان وقصه الحب اللي كانت موجوده فيه. القصه دي حكى عنها التاريخ وسماها الحب الذي لا يموت طبعا. السلام بقى. الله الله. هو الامير اغا خان هو اصلا من الهند. اسمه الاصلي الامير محمد شاه اغا خان. والامير كان وصل مصر هنا وكان بيحضر حفل ملكي مصري. وفي الحفله كانت مدعوه ايفنت لابادوس، كانت ملكه جمال فرنسا. وهي كانت بائعه ورد في فرنسا. يعني اصلي هي كانت بائعه ورد في فرنسا في بلدها. واختيرت سنة 1938 ملكة جمال فرنسا. شافها أغا خان عجبته قوي واعترف لها بحبه وعاشوا قصة حب ملتهبة. لكن القصة عانت من قيود اجتماعية عشان هو أمير وهي بائعة ورد. وبعد كده حطم كل القيود الاجتماعية وتزوجها بعد قصة حب دامت سنة كاملة يعني. هو ده الحب اللي بنقول عليه فعلا. بالظبط كده. وبعد كده أعلنت إسلامها واسمها أم حبيبة. وبعد كده عاشوا هنا في القاهرة. بعد كده كان عنده مرض
روماتيزم بالظبط كده، هو الضريح بتاعه كده. فكان بيعاني من مرض الروماتيزم، لف العالم كله عشان يتعالج محدش عالجه. فأحد الأطباء نصحه بزيارة أسوان، ففعلا وصل أسوان. فقالوا أحد الشيوخ من النوبة قال له لازم تروح تقتل نفسك في رمال أسوان لمدة أسبوع، كل يوم 3 ساعات. بعد كده أخذ أسبوع كامل. آخر يوم كانت من طريقة العلاج بالرمال يا أستاذ محمد. بالضبط بالضبط كده. طريقة العلاج هو كان بيمشي على، هو كان بالكرسي المتحرك طبعا آخر فترة لي. بعد 7 أيام في الرمال رجع الفندق مشي، اتعالج من المرض ورجع مشي. راح اشترى المكان اللي اتعالج فيه ده من محافظ أسوان، وبنى الضريح اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم، وبنى استراحة ليه. بعد كده دفن في ضريحه اللي معروف دلوقتي أغا خان. حلو جدا. حابين بقى نعرف من حضرتك، كنا لسه بنتكلم عن البالون الملون، يا ترى بيكون ليه مواعيد محددة ومين يقدر يركبه ومين لا؟ بالظبط. ده اللي يجي الأقصر وما مركبش البالون ده فاته كتير جدا جدا جدا. لازم يركب البالون. المنظر جميل قوي يا استاذ محمد. هناك اجمل يعني كده. بيشوف بيشوف خرافة. الاماكن الاثريه، نهر النيل والمناطق الزراعيه. بس مش اي حد يركب البالون طبعا، اللي عنده فوبيا من المرتفعات ما يركبش، ما انصحوش. ينزلوه ميت على طول. هل في سن محدد يعني؟ بالظبط يعني اقل من 6 سنين ما يطلعش. اكيد. طلوع البالون اقل. طب يا ترى بيكون امتى؟ يعني امتى الرحله بتبدا بقى؟ الرحله تبدا قبل شروق الشمس بلحظات، عشان لما يطلع فوق بيشوف الشروق، بيشوف النيل، بيشوف المناظر الاثريه، بيكون قمه الروعه والجمال. بنقدر نشوف ايه من المعابد واحنا فوق؟ كل المعابد. كل معابد البر الغربي اولا. بعد كده بتعدي البر الشرقي، وممكن ما تعديش على حسب الهواء. الهواء اللي هو اللي بيتحكم في البالون، يعني لو سواء نزلت الشرق او نزلت الغرب. والوقت من بين 40 دقيقة ل 45 دقيقة بالظبط كده. طب يا ترى في اماكن مختلفة بيحبوا السياح يزوروها؟ غير المصريين طبعا يعني. بالظبط كده. في عندنا في الاقصر، ومعظم المصريين للاسف مش بيزوروهم. في عندنا اسمها مقابر النبلاء اللي هم كانوا كبار رجال الدولة. في عندنا مقابر دير المدينة اللي هم قرية العمال، اللي هم أصلا ما يقولوش أهمية عن الملوك، اللي هم بنوا وادي ملوك ونقشوا المقابر ونقشوا المعابد. وليهم حاليا مقابر من أفضل المقابر في البر الغربي، وأهمها مقبرة سنجم ومقبرة باشدو. حلو جدا. وبرضو عندنا وادي الملكات، أهم مقبرة في مصر كلها، مقبرة الملكة نفرتاري. موجودة فين بالتحديد بقى يا أستاذ محمد؟ نعم؟ موجودة فين بالتحديد؟ في وادي الملكات. أهم مقبرة مصرية حاليا. حاليا بس تذكرتها غالية شوية، 600 جنيه للمصري و 1200 للأجنبي. يعني ارتفاع سعر التذكرة ليها بيدل على إن لسه يدل على الألوان اللي بها، زائد لكنها نقشت بالامس. ما شاء الله. الالوان يعني زي ما هي من 3200 سنه. بالظبط كده. تمام. بشكر حضرتك يا استاذ. قبل ما نشكره طبعا احنا عندنا فضول نعرف لكبوك بتحتمس الثالث، يعني عندنا فضول نعرف ايه السبب. بالظبط كده. انا بحب الملك تحتمس الثالث جدا، لانه كان ملك عادل، كان اعظم ملوك مصر على الاطلاق. احنا بنقول عليه الملك المحارب. الملك تحتمس خد 17 معركة وما تهزمش في اي معركة على الاطلاق. اسس اكبر امبراطورية مصرية عالمية ما حدش عملها قبل كده. ورغم قوته ما كانش ظالم. وبعد كده اشهر مقاله لوزيره رخ نراع: لا يرضي الرب الفساد، كن يقظا فمنصب الوزير عماد الارض، اسمع للشاكي وتصرف بالعدل. ده كان كلامه للوزير. وكانت الجنازه بتاعته كانت اكبر جنازه في التاريخ المصري القديم، والكلام ده منقوش على حاجات كده في المتحف المصري.
حابين تسألوا أسئلة تاني يا بنات؟ احنا خلاص احنا هنروح الأقصر والأسوان خلاص. بالظبط احنا جايين. يا استاذ محمد مستنيني يا استاذ محمد. احنا جايين بجد يعني. وانا مبسوط جدا والله. اتشرفنا بحضرتك طبعا. اتشرفنا بحضرتك وعلى المعلومات القيمه دي. وبنشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي، وان شاء الله هنيجي قريب يعني باذن الله. استنونا استنونا. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية. اوعوا تغيروا المحطه او تروحوا في اي مكان. استنونا.